سيادة الفريق، احنا هنبتدي بالجزء الاقتصادي في اللقاء ده. الحقيقة أول سؤال هسأله عن الثورة وأهداف الثورة. الأهداف اللي قامت من أجلها الثورة في الأساس كانت الحريات، ولكنها كانت مطالب تتعلق بحياة كريمة للمواطن، بمعنى خدمات أفضل، تعليم أفضل، رعاية صحية، بنية تحتية، ممكن تكون مشروعات كبيرة، مشروعات لرفع مستوى المعيشة في الناس. حضرتك تقصدي بند التمويل بالذات؟ التمويل بالذات. التمويل الداخلي وارد جدا. المصريين كثيرين جدا لديهم الكثير والكثير والكثير من الثروات، هي طبعا مش مفعالة دلوقتي او مش مستخدمة، وهم معذورين، مش عايز كلام، لان هم في شيء من القلق او فقدان الثقة في المستقبل الاقتصادي اللي يخليهم يحطوا اموالهم مرتاحين. اما التمويل من الخارج اعتقد ان هو مش ميسور جدا، للوضع الطبيعي ان احنا لو درسنا الحالة المصرية على بعضيها هنجد انها الوضع الطبيعي تكون حالة مغرية جدا للاستثمار الاجنبي من جميع نواحيه. مصر تتميز بكل المقومات اللي تدعم الاقتصاد، اللي بتنجح المشروعات، اللي بتؤمن عودة الفلوس المستثمرة لأصحابها بأرباح كافية. كله هناك، بس ان مصر بتفتقد حاليا، السوق المصري بيفتقد حاليا وبشدة المصداقية اللي بيحتاجها العالم كله فيها. فأعتقد ان احنا علينا ان احنا نستعيد ثقتنا او ثقة العالم فينا بأسرع ما يمكن، ثقة العالم في جديتنا واحترامنا لتعاقداتنا ومصداقيتنا العالية في الحفاظ على ثروات الأجنبي المشارك معنا بنفس درجة اهتمامي بالحفاظ على ثرواتنا القومية. أعتقد أن احنا يعني باختصار يجب أن احنا نطمئن الشريك. حضرتك بتتصور انه يعني عودة عدلة الاقتصاد لدوران مرة اخرى وعودة الثقة من المستثمر الاجنبي في مصر هي اللي هتخلي انه في امكانية للانفاق على هذه الخدمات؟ الفلوس الداخلية والفلوس الخارجية كلاهما يحتاج استعادة الثقة اللي فقدها السوق المصري، اللي فقدها العمل في المجال المصري باسرع ما يمكن، وتوما هيتم استعادة هذه الثقة. أعتقد أن تسويق ناجح وطرح ذكي لإمكانيات العمل في مصر بالذات في المواقع اللي ملهاش لها بقى مثيل في العالم الخارجي، أعتقد أنها مصدر هائل للأموال اللي هتكون مطلوبة للاستثمار في الداخل. طب فيما يتعلق بالتعليم والصحة والبنية التحتية تحديدا، هل يتطلب الارتقاء بها زيادة الجنود المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة؟ مش هذا كلام. زيادة الحياة وترتيب أولوياتها، لكن هي زيادة بصفة عامة مطلوبة جدا طبعا، والزيادة من الوعاء العام هتيجي من نجاحك في استثماراتك. أنا هقول نحن مش هستنى عشان أصرف على التعليم اني اقوم المصانع وتكسب بعدين اخد فلوس المصانع طبيعي، مش هستنى كده. لكن تأكدي حضرتك ان المصداقية اللي هتوجد في الاستثمار في مصر سواء بقطاع الداخلي او بقطاعاته الخارجية اللي هتتدفق اموالها على الداخل قابلة تماما للاستثمار في كافة المجالات، كافة المجالات. حضرتك تتصور ان هذه المصداقية سنستردها مرة اخرى عند استقرار الوضع السياسي، عند وجود رئيس، عند وجود نظام سياسي واقتصادي محدد للبلد؟ استقرار الوضع السياسي والامني والاقتصادي نسبيا. من الحاجات التانية اللي ممكن تكون يعني بتأثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تكون الأحكام التي صدرت في السنوات الأخيرة بخصوص إلغاء عقود للخصخصة أبرمت مع بعض الشركاء الأجانب. لو استمر هذا التوجه إنه إبطال هذه العقود التي قد تكون، يعني إحنا بنثق في القضاء المصري إنها تمت بشكل
غير قانوني او غير مناسب. هل تتصور ان ده ممكن معاه استعادة الاستثمارات الاجنبية مرة اخرى؟ شوف حضرتك، احنا مش عايزين نخلط ما بين احترامنا وتقديرنا بل وتقديسنا لكل ما يمس القضاء المصري، لان دي مبادئ، والموضوع يعني يجب الا يخطر على بالنا ان احنا نجادل في هذا الشأن. لكن اللي انا عايز اقوله ان العقد اللي تم بطريقة غير سليمة، واكتشفنا ان تم بطريقة غير سليمة، الغلط غلط. انا لو طرحته على القاضي العادل المصري لابد حيعيد الحقوق لاصحابها ويقول العقد ده يتفسر. الحقيقة الخطأ اداري، انا ما عرضوش اصلا على القاضي، انا ما وديهوش للقاضي عشان انا ما اتحطش في الوضع ان انا عدالة القاضي تأذي مصداقية الاقتصاد المصري، ولذلك انا اتحملها من الداخل. فدام ده خطأنا، خطأ رقابة، خطأ متابعة، خطأ ضعف دراسة من الاول، ده خطأنا احنا نتحمله. لكن انا اول ما رفعتها لمستوى القاضي المحترم اللي حيطلع حكم عادل، ده ما بيبصش بقى ده مصري ولا اجنبي، الراجل بيبص على، ولذلك وضع طبيعي ان هخسر القضية، وما خسر القضية او يعني الراجل المستثمر هيخسر القضية، وما خسر القضية مرة واثنين في عقد هو حتى لو كان استفاد بيه، ولكن الغلط غلط الموقع عن الجانب المصري. اعتقد انا من انصار ان احنا يعني ننظر الموضوع نظرة مختلفة خالص، ونبكر قوي بدقة المتابعة وبدقة الدراسة عشان ما نخشش في المحظور ونضطر تاني نستهين بالأثر اللي حيتركه إلغائنا لتعاقدات مع مستثمرين أجانب. طيب في هذه الحالة، بما ان احنا دخلنا في مسألة الخصخصة، هل تنوي استكمال برنامج الخصخصة في مكان، ولا لديك طرح اخر لهذا البرنامج يمكن مع بعض التعديلات، او ستفكر في الغائه تماما؟ لا، الحقيقة القطاع الخاص جزء نشط جدا وفعال جدا وهام جدا في مجمل الاقتصاد المصري، ويجب ان احنا يعني نقر ذلك تماما. طب احنا ليه في شيء من القشعريرة كده بتبقى عند المواطن المصري البسيط تجاه القطاع الخاص؟ لان احنا ما بنأملوش حقوقه لدى القطاع الخاص. احنا لو حطينا من الاول خالص القواعد المنظمة اللي بتؤمن للراجل اللي بيعمل مع القطاع الخاص حقوقه، هتجد انها قريبة جدا مع حقوق اللي بيعمل مع القطاع العام. خلاص اذا احنا من كان موضوع حضرتك، معظم دول اوروبا النهارده اللي تبعتنا حضاريا في هذا المجال بعقود، اعتقد كلها بتؤمن حقوق العامل البسيط وتؤمن حقوق العامل بصفه عامه بدرجه عاليه جدا، الامر اللي بيخليه ما فيش اي فارق بين بيشتغل مع الحكومه او بيشتغل مع القطاع الخاص، بالعكس بيفضل شغل مع القطاع الخاص احيانا لان يمكن مرتباته بتبقى اعلى. انا كنت اقصد تحديدا برنامج الخصخصه الخاص ببيع الاصول اللي كانت مملوكه. لا شوفي حضرتك، البيع انا ليس عن بصفه عامه ما بحكمش على الموضوع حكم عام. ما في مصلحه للدوله يتم، البيعه اللي فيها مصلحه للدوله تتم، البيعه التي لن تعود على الدوله بمصلحه تتم في اطار بقى قواعد. ان انا افرضي حضرتك انا عندي 100 مصنع بينتج الماده الفلانيه، وانا بيعي لل 100 مصنع كلهم فيهم مصلحه للدوله، برضه ما بيعش 100 مصنع، في قيود بحد ادنى ان انا لابد من مثل هذه الماده كلها تنظر حاله بحاله، من مثل هذه الماده لابد انا اكون عندي 20% على الاقل من عناصر الانتاج بتاعتها مملوكة للدولة. هذه المادة ده بيتوقف عليه استراتيجية المادة ومدى توفرها في كل وقت واحتياج ليها في الوقت الشدة وقت الحروب وقت الظروف دي، يعني ليها عناصر كتير بتتحسب ليها في اطار الدراسة الشاملة. هذه المادة، هذا المنتج انا عايز منه 10% على الاقل،
هذا منتج حيوي جدا، ويعني غيابه هيأثر على الأمن الاقتصادي داخل المواطن المصري، يبقى لا أقل من 40% من عناصره في يد الحكومة. إذا كم في المية من حجم الإجمالي لهذا المنتج أخليه ملك للحكومة؟ ده بقراره الأول مادة مادة، عنصر عنصر، إنتاج إنتاج. طيب بعد كده بقى أجي أقول الـ 40% دول هضمن إزاي حسن إنتاجهم؟ عندي من القيادات ومن الكفاءات الكفاءات القادرة والقيادات القادرة على أنها تنتج لي إنتاج يضاهي إنتاج في القطاع الخاص وأحسن، كان به عندي تشكك ولو 1% أسيت أجيب أستورد القيادات. أنا أستجلب القيادات اللي أنا ليا الإنتاج يبقى عالي وليا ملك الحكومة يبقى إنتاجه لا يقل بحال من الأحوال، إن لم يزيد بالفعل عن إنتاج القطاع الخاص خلاص. ولذلك أما أنا بقول إن مشكلة الحكومة لم تكن في يوم من الأيام في ملكيتها لوسائل الإنتاج، مشكلة الحكومة في سوء إدارتها لوسائل الإنتاج. فأنا إذا كان لابد الحكومة يبقى عندها 10 مصانع بالمنتج الفلاني، وأنا مش لاقي في مصر اللي حي الموضوع كلها وقتي، لا ده أنا أستورد لها أجيب لها أستجلب لها قيادات من الخارج تؤمن لي إنتاج يضاهي إنتاج المصانع الخاصة ويزيد، يبقى أنا ما ظلمتش إنتاجي بتاع الحاجات المملوكة ليا، جلبت الخبرة اللي تعلمني القيادة السليمة سنة 2-3-4 وبعدين يمشي، يبقى أنا أمنت كده. ولكن لابد يكون زي ما قلت حضرتك لكل منتج النسبة المئوية التي لا يقل عنها دور الدولة في إنتاجها لكل منتج. طيب كيف ستستجيب المطالب العمال؟ يعني احنا مش عايزين دايما نعتبر ان احنا بنيجي عند كل مشكلة ونقف. انا لو ما لقيتش قدامي المواد المنظمة لهذه العلاقة، لو ما لقيتش قدامي اهل الخبرة اللي هيصدقوا معايا طرح الخبرات اذا ما لقيتش ده، انا بنظرة شاملة كده في العالم النهاردة اللي سبقنا في هذا المجال استجلب هذه الخبرات عندي واتفرج العالم كله مش ازاي، دول مش بيعملوا كذا، دول بيعملوا كذا، واخد منها ما يعني ما يناسب البيئة المصرية والطبيعة المصرية واطبقها. فانا يعني حقوق العامل بالدرجة الاولى حقوق العامل يعني حقوق البشر، حقوق العامل هي حقوق الكبير، هي حقوق الصغير، هي حقوق المتوسط، حق البشر ده يسبق اي شيء، العدالة المطلقة في ان الانسان يصل حقه اللي يستحقه اليه دون ان يسعى اليه، ايه هو ما عليه انه يعمل اللي عليه وما يبقاش بقى لازم يهابر ويحارب عشان خاطر يحصل على حقوقه. الحقوق محفوظة، انا هحفظها بالطريقة دي او بالطريقة دي او بالطريقة دي، لكن انا كحكومة بتنظم العلاقة ما بين هذا وذاك، تنظم العلاقة بين كل طائف المجتمع، تنظم العلاقة بين كل أنشطة المجتمع، يعني مش بس الحكومة مش قاعدة بس العلاقة بين رب العمل والعامل، كله. فأعتقد أنه هذا البند مغطى تماما بإني أطمئن بس أهتم إني أحقق ذلك. المشكلة عندنا فندم مش المشكلة في غياب الـ 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 المطلب، ان احنا ما بنبقاش مخلصين في السعي اليه، ما بنبقاش جادين في اننا نحققه، لو حققناه مش هلاقيه عندي اجيبه من بره. تقول حاجه كخبره في فيما يعني كل حاجه اللي انا مش عارفه اتطلع حواليا، ابص حواليا اشوف الدنيا فيها ايه. طيب ده فيما يختص بالعمال، لكن في الجانب الاخر من سوق العمل هي البطاله اللي وصلت 12% في مصر. كيف كانوا يتعاملوا مع هذه المشكلة، خاصة وإحنا عارفين إنه العامل المصري برضو إمكانياته أو الموارد البشرية بشكل عام، مش عايز أقول العامل المصري، ليس مؤهلة تأهيل كافي. أنا هدي حضرتك مثال بسيط، وكنت أنا الحقيقة لما طرحته لقيته بيتجول بين كل الـ البرامج اللي بتنتشر دلوقتي، ومع ذلك انا حريص على ان اقول افكاري فيها، ما مش بحفظ حاجه للسريه لنفسي.
هناك العديد من المشروعات الضخمة. وأنا أقول الضخمة بقصد إيه؟ عشان خاطر ندعو لها العالم كله إن يجي يحطها في أرض مصر. المشروع الضخم لما بتيجي الشركات لإنشاؤه أو بتيجي الصناعات المتطورة عايزة تحط في هذه الدولة مجموعة من مصانعها عشان خاطر اليد العاملة هنا أرخص، عشان خاطر الظروف الجوية هنا أحسن، عشان خاطر المواصلات هنا أكتر، هنا جنب السوق اللي بتبيع بيه أكتر، يعني عناصر كتير بتخلي الدولة تنقل جزء من مصانعها أو يعني تستثمر غير اللي مستثمر في بلدها في الخارج. ما هو ما أول ما بتبتدي تفكر في كده المصنع بيديني في سنتين بيديني في ثلاثة، هو مش حيستنى سنتين في ثلاثة، هو صناعة عملاقة، هو حجم ضخم الاستثمار، هو عايز يحط المكنة يلاقي العامل عليها واقف مش بيتمرن، يلاقي العامل واقف جاهز. مثل هذه الصناعات ال مش عايز اقول التقيلة بحيث انها صناعات تقيلة اللي هي ذات القيمة العالية، هتلاقي حضرتك صاحب الصنعة دي بيحضر لها العامل من زي ما بيقولوا ديوان، يعني هو هي بيتعاقد انه هيعمل مصانع في المنطقة دي، هيعمل له 10 مصانع في المنطقة دي، هو على التوازي مطلوب منه انه ينشئ المدارس التدريبية والتأهيلية للعامل اللي هيشتغل في المصانع دي، اولا لتوحيد الفكرة وللتدريب اليدوي ولإعداده للتعامل معاه. ده من اول يوم، يعني من مع التعاقد على الارض، شوف حضرتك بيبتدي من المصنع يكون على التوازي بنى قبل من المصنع المدارس التدريبية، معنى ذلك انه بيكون تعاقد مع العمال اللي هيشتغلوا عنده والمهندسين اللي هيشتغلوا عنده وكافة الاجهزة، وخاصة اللي عايزة فترات تدريب طويلة. بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، ولكن بالنسبة للاستثمارات المصرية أعتقد أنه قليل من المستثمرين المصريين في القطاع الخاص اللي عندهم قدرة تدريب العمال أو عندهم توجه لتدريب العمال. أنا لازم أطلب منه ذلك، ده من ضمن دوري أنا كحكومة كمنظم للعلاقة بين هذا وذاك، أن أنا هو أنا حضرتك ده حضرتك الزبادي اللي بيجي لك البيت، مفروض الحكومة تأمن لك أنه حضرتك ما خدعتيش في الشراء، يبقى من باب اولى الحكومه تامن لك ان العامل اللي في عملوك على المستوى السليم. ما هو احنا يعني غياب دور الدوله النموذجي خلى كل نقاط، حتى خلى هذا المطلب يبقى مطلب غريب في حياتنا، ده مطلب طبيعي جدا ان الحكومه تطمئن الى ان هذا المصنع بصاحبه بمهندسينه اما حطوا عامل بيشتغل عليه، هذا العامل بيطلع في الاخر منتج للمواطن المصري على الوجه الأكمل اللي نصوصه بتقول عليه. كل ده ممكن ينظم في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال من أول يوم، اللي هي عايزة من أول تدريب. لكن فيما عدا ذلك احنا كل حاجة عندنا، احنا العمالة المتوفرة دي لو حضرتك أحسنت التصرف هتقدري على الشغل اللي بيتعمل على واحد أعمله على اتنين. انا في سبيل ان انا يعني احسم هذا الموقف من بطالة استشرت في المجتمع المصري وبقت قافة، انا الوردية اللي بتتعمل على ثلاثة اعملها على اربعة في سبيل ان انا اقلل عدد ساعات العمل لي بحيث اكتر اليد العاملة اللي بتدور في حلقة التشغيل. اعتقد ان احنا اذا درسنا صح وكنا قلقين عن الموضوع وحطينا ناس مخلصين يجدوا الحلول سريعا جدا. طيب من أبرز المشكلات اللي بتواجهها الطبقات الفقيرة في مصر هي مشكلة السكن، ازاي هتتصرف مع مشكلة العشوائيات وازاي هتقدر توفر سكن لائق لذوي الدخل المنخفض او الفقراء في مصر؟ شوفي حضرتك انا موضوع العشوائيات وانها مناسبة او مش مناسبة، انا يمكن كنت اول واحد من المسؤولين في مصر كان شهير عنه ان انا لما حاجه بتقتضي الازاله انا بازلها فورا مهما كانت الثمن، حتى ان انا وانا في وزاره الطيران اذكر ان انا من يعني اكثر ناس ازلت لهم مباني مخالفه، اكثر درجات اعلى درجات وظيفيه في المجتمع المصري في مخالفه يبقى لابد تزال. ولكن
انا جيت مره في مجلس وزراء قبل الثوره 6 7 اشهر كده، كان في كان بالذات المشكله في عزبه الهجانه في مصر الجديده، وكان في حصلت مشكله ضخمه جدا في ضروره ازاله مخالفات شديده جدا. فالحقيقه انا ما يعني اما جاء علي الدور اتكلم او ما بديت رايي، قلت الحقيقه انا ضد موضوع فكره الازاله خالص. فكان مستغرب حتى من بعض الزملاء يعني ان انا ده انا دايما بأنادي المخالفه تزال. المخالفه تزال اما انا قلت له انت خالفت، وطول كل ما بيحط كل يوم طوبه انا بقول له انت بتخالف، انت هشيلها 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 بسيبها. بس انا اسيب واحد يبني 14 دور وبعدين اجي اقول له انت مخالف هشيل ال 14 دور؟ وهكذا الامر كان في عزبه الهجانه. الهجانه ليه؟ انا بشوف كنت بشوفها من مطار القاهره عشان خاطر الترافيك والاقتراب والطيارات وبتاع، فكنا الموضوع يعني متابعينها جيدا عشان مفيش حاجه تشرد تعمل لنا مشكله. فاول باول قلاع من المباني، قلاع من المباني الراسخه والثابته والخرسانه المسلحه وتقيله جدا. في عزبه لا فيها صرف صحي صح وشوارع قد كده، ما هو غلط قام على الغلط قام على الغلط، ولكن الامكانيات زادت فبقى البنى بدل ما بقى عشه صغيره كده بقى البنى قلاع، لكن على قواعد غير سليمه من غير يعني غير عناصر المرافق السليمه. طب مثل هذا الموضوع اعمل فيه؟ وده كان كلام انا منكم اجي يا مسؤولين عن هذا الشأن الغي فكره الازاله. خلاص طب انت هتزيل عزبه الهجانه مع استحاله هذا الموضوع، هتعمل ايه في مش عزبه الهجانه؟ 1000 عزبه هجانه انشئوا يمين وشمال الطريق الدائري، وحضرتك اركبي الطريق الدائري كده وشوفي قد ايه تلاقي مدن قامت مدن. طب تعملي ايه فيها؟ يعني هتعملي انت قدرتي تعملي دي هتعملي ايه في الباقي؟ عمليه صعبه جدا. خلاص قد تكون نتاج لتقصير من الدوله في حل مشكله السكن، على الاقل تقصير للدوله في انها ما منعتهمش ساعتها. ادي تقصير مبدئي. حرام ان انا اسيب الناس تبني 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 بعد اقول له انت هتشيل. ومع ذلك اما اشيل الارض الزراعيه اللي تحتيه مش هتصلح شغل. خلاص ادي اول ادي خساره مضاعفه. طب انا ليه يا اخي؟ طب ما انا اشوف هذا امر واقع وجدناه النهارده. نطور هذه العشوائيه، نحسن من صورتها، نحسن من سبل استخدامها، نسهل الحياه فيها. وانا حتى كنت اعمل يعني اضرب مثل بسيط لزملاء بكلمهم في الموضوع دول في عزبه الهجان. ايه تخطيط عزبه الهجان؟ عشان اديها كمثل بقى. هو حضرتك اما اكثر دول العالم جاذبيه للسياحه ايطاليا. وقطعا حضرتك شفت ايطاليا اكثر حتت جاذبيه في العالم للسائح، الشوارع اللي قد كده، واغلى مطعم تلاقيه جوه بدروم قد كده تحت الارض، والفانوس القديم بتاع، ولكن الموضوع نظيف وممتع والمتعاملين نظاف، صرف الصحي شغال، ده شغال ده شغال. بقت ايه؟ بقت الزياره هنا للطابع ده. الناس مش هتستنكف انها تروح تحت الارض تاخد، ده ممتع، هذا جو غريب عليهم. طب ما انا احول بطريقه او باخرى، هحول عزبه الهجانه لمدينه من المدن الايطاليه اللي هي الشوارع فيها دي. ازاي اجيب انا الفنيين؟ احسن الصوره، احسن فرص الاستخدام، اشوف الصرف. ده النهارده في بعض الدول، وانا كنت طلبت من زملاء عندنا كانوا رايحين كندا، قلت لهم هاتوا لي المنتج الكندي، لان كندا عندها يقول لحضرتك ايه، هذه المنطقه قامت بدون صرف صحي، وعشان يعملوا لها صرف صحي لو شققوا البلد كلها كده هيضيعوه كلها عشان يوصلوا للمسار الرئيسي. عاملين هم وسيله للصرف الصحي جانبيه، وبعدين توصل بوصله واحده بس، يبقى التدمير او الدمج او بتاع واحد بس لغايه الوصول الى الخط الرئيسي. يعني في دول سبقتنا كتير في الامكانيات وما زالت عندها مناطق ما فيهاش صرف صحي، بتعالجها بطريقه ذكيه. كل حاجه ممكن تتعالج، العشوائيات يا اما تتعالج وتبقى متحضره وملفته للنظر، يا اما تتهدل انها خطر على اصحابها بيتبني لهم بدلها،
يا اما في مجال التحسين المتهايل اديني بهده وعمل بذاله ميدان بفسقية جميلة والسليم اوضبه يعني يا اما خليط بين هذا وذاك، لكن ادي علاجي العشوائيات. موضوع بقى المساكن، المساكن اللي هم اللي ما لهمش مساكن خالص، ده برضو موضوع يخش بقى في موضوع ايجاد الفلوس بتاعته والاقتراض والتسديد، ويعني يخش في دولاب العمل العام في مصادر الفلوس للدولة ككل. بس ان احنا بنتكلم عن مصادر التمويل، من ابرز المشاكل اللي بتواجهنا النهارده عجز الموازنة العامة. ماذا تنوي او ان كنت مسؤولا يعني في هذه اللحظة تحل مشكلة عجز الموازنة العامة؟ مصادر مال، مصادر مال. انا يعني اما اضرب لك مثلا، مثلا ودي كلمت فيها انا قبل كده، منطقه جنوب الوادي، بحيره ناصر وما يحيط بها من اراضي، مساحات شاسعه. المنطقه دي العلماء يسموها سله الغذاء لمصر، لو احسن استخدامها فهي سله الغذاء الحقيقيه اللي بتاكل مصر كلها. اين هي الان من كده ولا حاجه؟ لا استخدام استثماري ناجح. ولكن عجز الموازنه مساله ملحه، يعني هي بتتطلب حل. حال الاقتصاديين اشاروا الى هذا، وفي منهم كانوا بيرجحوا فكره الاقتراض من الخارج، وفي منهم كان ضد الاقتراض من الخارج، وبيتكلم عن الغاء الدعم عن كبار المصنعين، بيتكلم عن الصناديق الخاصه، بيتكلم عن امور اخرى، مصادر اخرى. كل الحاجات دي اجزاء من الحلول، دي تشكل جزء، دي تشكل جزء، دي تشكل جزء. شوفي حضرتك، مش عايزين ايه يعني نحط احنا المشكلة لنفسينا ونبني الصنم ونعبده. ليه مفيش اقتراض؟ لو انا بقترض قرض بسعر كويس وحقدر استفيد منه كويس، والاستفادة العائدة عليا من القرض هتبقى بجلب منها او بستجلب منها فائدة اعلى مما انا هدفعه فائدة للقرض، ده انا بقى ما بفكرش صح لو ما خدتش قرض. هناك قرض لازم اخده. حضرتك النهارده الدنيا ماشيه بكده، النهارده فلوسك في جيبك وعايزه تعملي تاكسي، ما تصرفيش فلوسك في التاكسي على الشريك، ادفعي المقدم بس واعملي قرض وسددي القرض، لانك التاكسي المفروض يجيب لك فلوس تسدد لك القرض بنجاح، ويبقى انت في الاخر ما خسرتيش. يعني الاقتراض مش غلط، لكن الاقتراض الغير مدروس على اساس، الاقتراض الاعمى اللي بيخليني اجيب واشتري اكل واجيب واشتري اكل واجيب واشتري اكل ومانيش عارف انا بعوض منين. اذا الاقتراض مدروس صح وهيتسدد تاني زي صح، واعباء الدين بتاعه او اعباء هذا القرض اقل من المزايا اللي انا حاجنيها من القرض من مصادر اخرى، يبقى القرض هو صح. ادي بند. البند التاني بقى بقيه المانع، الموضوعات اللي حضرتك اتكلمت فيها كلها، موضوع الصناديق والالتزام بتاعها ويعني الاستفاده الصح من الصناديق، سواء بجمعها وادخالها ميزانيه الدوله، او ان انا الجهه دي فيها صندوق، فيها صندوق. انا بشوف جوانب صرف هذا الصندوق في ايه؟ انا ممكن اوي اعيد ترتيب جوانب صرف هذا الصندوق بالتنسيق مع الجهه المالكه لهذا الصندوق. مش انتوا عايزين الصندوق في ايدكم؟ ماشي، بس اصرفوا منه على كذا وكذا وكذا وكذا، وانا هستقطع مما انتوا بتاخدوه مبلغ كذا احطه في حاجه ثانيه لانكم عندكم صندوقكم مثلا. يعني حضرتك العمليه عايزه كل واحد يقسم تفكيره، مش دي ممنوع طب دي مسموح، ده دي بصفه عامه غلط ودي بصفه عامه غلط، من هنا اخد ومن هنا اخد ومن هنا اخد ومن هنا اخد، في الحقيقه اجمع في الاخر على بعضيه كده، يبقى كل ما يعود على المصلحه بدولار او بجنيه مصري على خزينه الدوله يبقى مشروع صح. طيب بالنسبه للمشروعات، المشروعات القوميه او ما كان يسمى بالمشروعات القوميه الكبرى، الحقيقه اللي شفناه في السنين اللي فاتت النظام السابق كان بيعتمد في السياسه التصنيع على انشاء المزيد من المصانع، يعني وقد يكون عدم الاهتمام بما كان لدينا من مصانع، وده في نظر البعض كان بيصب في مصلحه طبقه محدوده من المصريين وما كانش في الصالح العام. كيف تعيد النظر في هذه السياسه، او يعني هل من الممكن تطويرها ولا لك رؤيه اخرى في التصنيع تختلف تماما؟ اللي حضرتك بتناقشي فيه ده دي ثقافه مصريه او ضعف في الثقافة السليمة في هذا الاتجاه.
احنا مصريين كده نشتري جديد نرمي القديم، نفكر في حاجة هنا يبقى خلاص ننسى تماما اللي كان هنا. طبعا مفهوم خاطئ تماما. حضرتك طالما هناك فائدة بنجنيها من مشروعنا الأصلي، طب ما نطوره، نطوره ويشتغل جنب ده، نشتغل في حاجة تانية. المهم يعني ان انا ما برميش غير اما يبقى الفائدة من الرمي اكثر من الفائدة من الاستقرار، الفائدة من الرقبة. فيما عدا ذلك دحرك عندنا المبنى القديم، اما نعمل مبنى جديد بننساه، مع ان المبنى القديم العالم كله بيعتبره اكثر قيمة مليون مرة من المبنى الجديد. احنا فاقدين هذه الثقافة شوية. طيب هل لديك في برنامجك الانتخابي طرح لمشروعات قومية كبرى من الممكن ان هي يعني ترفع اقتصاد البلد؟ مشروعات قومية كبرى كثيرة، ومفروض ان الوعاء لا ينضب في الموضوع ده. يعني مش لازم يكون الطرح ده حتى في ذهني دلوقتي، لكن احنا اما نقعد كلنا كده ننكب على اننا نفكر في هذا الموضوع. المشروعات القومية انا طرحت مشروع لقناة السويس، كل النهاردة بيتكلم فيه، لكن اعي تماما هعمله ازاي وهنفذه ازاي من تاني يوم اتولى فيه المسؤولية لو توليت. مشروع لقناة السويس بتحويلها لاكبر واحسن واقوى منطقة حرة للتصنيع في العالم، لانها فيها كل الظروف المناسبه، فيها الجو، فيها قناه السويس، وفيها العماله الرخيصه، وفيها الارض المنبسطه السهله، وفيها صحراء، وفيها زراعه، فيها كل شيء، وفيها سفن العالم كله رايحه جايه عابره في وسط هذه الصناعات على مدى ال 24 ساعه. الامر اللي يخليها مش نموذجيه، شيء يفوق الخيال بالنسبه للامتيازات اللي فيها. لكنها للاسف، وانا حضرب لحضرتك مثال يضحك جدا، النهارده العالم الاكثر تطورا لقى انه ينقل، مش ينقل، يعمل يعني صناعه مماثله لمصانعه الرئيسيه في الدوله الام، في دول اكثر رخصا للايدي العامله، يعني الظروف فيها هتتيح له توزيع اكثر على كده. فراحوا عبروا من الغرب، راحوا الصين. نقول الصين كان مغرية رخيصة جدا لأيدي العاملة، منظمين جدا، كانت مغرية. طب الصين النهاردة بقيتش الصين لوحدها، بقت الصين وبقت ماليزيا وبقت اندونيسيا، كل دول الآسيوية دي النهاردة بتستفيد بأن الناس بتعمل مصانع، كل براند، كل الماركات العالمية الكبرى حضرتك بتشتريها تلاقيها مصنوعة في هذه الدول وليس في الدولة الأم. ليه؟ لان كده بيستفيدوا اكتر. طب احنا اين مصر؟ اين مصر؟ ده احنا اقرب ليهم، والتوزيع عندنا ممكن يكون هائل في وسط افريقيا والشرق الاوسط، وجو ممتاز، وعندنا قناة السويس، وعندنا كل الحاجات ده، ومع ذلك احنا مكناش حريصين على اننا نكون جذابين للعالم الخارجي.